عودة لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. بالفعل تعتبر ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك من العادات الصحية التي ينصح بمزاولتها، لما لها من فوائد عديدة تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان. الحديث أكثر حول هذا الموضوع رحبوا معنا بالأستاذة دلال الخيلان، أخصائية تغذية وماجستير بالرياضة الإكلينيكية من المملكة البريطانية المتحدة. حياك الله أستاذة، وكل عام وانت بخير. وانت بخير، شهر مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. باقي الشهر هلا فيك، حياك الله. اكيد الرياضه اليوم احنا يعني نتكلم عن الرياضه ومدى يعني فائده هذه الرياضه لجسم الانسان، ولكن اليوم اللي نتكلم عنه احنا نتكلم عن الشهر الفضيل وخصوصا في شهر رمضان. صح، فشنو فائده الرياضه خلال فتره الصيام من صحتها؟ فتره الصيام اوكي، احنا نحددها طبعا الفائده على حسب الشخص وصحته. اي هذا اول شيء قبل لا تقول لنا الرياضه فائده لك ولا ممكن ولا ما تكون تفيدك، لان احنا ما نبي ننصح بشيء بالنهايه انه ما يرد عليه بفائده يعني. فاهم شيء ان الشخص يحدد شنو شخص حاله صحته، وبعدها يحدد شنو هدفه. اكيد. فعقب ما نحدد نشوف شنو حاله الشخص وهدفه، هني ننصح الرياضه مفيده لك اثناء الصيام ولا بعد. ولكن مجملا خلينا نتكلم بصوره عامه الحين، بشكل عام على معده خاليه، اذا الشخص صحته زينه هدفه انه بينزل وزنه او بيخفف من كمية الدهون اللي مخزونة بالجسم، فالرياضة على معدة خالية تفيد وايد من تخزين حرق الدهون اللي مخزونة بالجسم. طيب وبعد الفطور؟ بعد الفطور هم ممكن نوصل حق هالمرحلة، لكن يفضل أن تكون خلال ساعة أو ساعتين بعد الأكل. ممتاز. الحين لو نعطي نصيحة في هذا في هذه النقطة. أوكي. قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ أرد مرة ثانية أقول لك على حسب حالة الشخص. على حسب الشخص. إذا الشخص يعاني من مثلا سكر أو ارتفاع بالضغط أو مشاكل بالقلب، فهذا أفضل لأن أول شيء يأخذ تصريح من الدكتور اللي تابع معه. إذا هي سليمة لأنه قبل الفطور أوكي، بس غالبا ما ننصح لهم قبل الفطور، أفضل بعد الفطور. إذا هو شخص ما عنده مشاكل صحية أو عنده الأبروفل من الدكتور أنه يمارس رياضة قبل الفطور، ما فيها مشكلة، لكن المشكلة أو الهدف أن احنا نركز بالوقت المناسب. الوقت المناسب مو يعني وأنا صايم أقوم الصبح أمارس رياضة أو الظهر، فهذه راح تكون فترة طويلة بعد الرياضة على ما أي وقت الفطور. فأنت دايركتلي بعد الرياضة تحتاج أنك تعوض سوائل، تعوض من كمية الأكل المناسب، سواء كربوهيدرات سواء بروتينات اللي محتاجها الجسم. فأفضل وقت أنه يكون ما بين ساعة إلى ساعتين، خلال الساعة أو ساعتين قبل الفطور. قبل الفطور، وهذا دائما يعني احنا نشوف اللي دائما يعني يرتادون المجمعات. صح. او حتى الممشى، بس حر الحين نقوله، فالناس تتجه الاماكن المكيفه والمغلقه. صح صح. طيب شو الفرق او شنو يعني مصطلح هوائي ولا هوائي، رياضه هوائيه او لا هوائيه؟ اوكي، شنو هوائي ولا هوائي؟ اللي هي ايروبيك ونون ايروبيك. ايروبيك ونون ايروبيك اللي هي هوائي. أي. تعتبر الرياضات الهوائيه اللي تستخدم الاكسجين من كمصدر اساسي للطاقه، فهي تمرن عضله القلب. اي مثال يعني المشي، الركض، السباحه، القاري، كارديو، الشغلات هذه اللي هي كارديو، ومن اسمها كارديو متعلق في القلب. تمرين القلب. صح. فهذا يحرك الدوره الدمويه وينشط انه يعني يشتغل على ارتفاع دقات القلب. صح. وهني يكون قياسنا للنشاط نفسه. ممتاز. والثاني اما اللي لا هوائيه. أي. من اسمها لا هوائيه، او ممكن نسميها تمارين المقاومه اللي هي ريزيستنس. هذه تتحكم بالعضلات بالجسم. فيعتبر انه يعني انت قاعد تروح عكس قوه العضله على اساس انك تقويها اكثر. فهذه هي بناء العضلات. بناء العضلات ايا كان يعني ممارسه الرياضه، اللي هي ممكن كروسفيت، اللي يشيل حديد، اللي يشيل ويت، اللي يشيل حتى وزنه نفسه يعني. ممتاز. ما دام دشينا ب خلينا نقول رفع الاثقال او حتى تمارين العضل، البروتينات. حلو. دائما هناك في لبس حول هذا الموضوع. صح. يعني ما راح نتكلم فيه باسهاب، ولكن يعني لو ناخذ فكره عنه، هل البروتينات التي تباع على شكل مثل سوائل او بودره او اللي هي المنتجات اللي تباع،
هل هي مفيدة للجسم ولا مضرة؟ نقول نفس الشيء على حسب الشخص هدفه وشنو نوعية أكله، يعني حياته إن جنرال ممكن تفيده وممكن تضره. فإذا شخص أكله متوازن، كمية البروتينات اللي قاعد ياخذها بأكله الطبيعي متوازنة وتكمل احتياجه اليومي، فهو ما يحتاج أي شيء من برا. إذا أكله مو مناسب أو قليل أو كمية البروتينات مو ملحق عليها، بلس عنده مثلا نشاط قوي أو مجهود يسويه، سواء كان على باودر سواء كان على بروتين بارز. الحين ما شاء الله صار عندنا منتجات جديدة دائما فيها بروتين، قبل ما نشوف تشيبس أو بطاط في بروتين، صح. الحين موجود ممتاز. الشوكلت أو الشوكلت بار هم فيهم، في الحين بروتين بارز وفي شغلات يعني صارت جديدة. لكن نفس نرجع لسؤالك، مفيد ولا غير مفيد؟ أي على حسب، تي تشوف في شركات وايد وفي منها معتمدة وفي منها غير معتمدة، فيها إضافات وشغلات يعني ممكن تضر الجسم أكثر ما هي. ولكن بصورة عامة يعني أستاذ دلال، ندرج البروتينات تحت المكملات الغذائية صحيح ولا غذاء؟ يعني ما هي غذاء هي؟ هي ما هي غذاء أساسي، يفضل أن نروح حق الأكل الطبيعي على قد ما نقدر. إذا احنا مو محصلين احتياجنا الكافي، أوكي ما يمنع أن ناخذه كمكمل غذائي وليس ممتاز. أساسي. ممتاز. طيب نتحدث عن رمضان مرة ثانية. يلا. أيضا الواحد لما خلينا نقول يبلش يتفطر، حلو، من الفطور للسحور، أوكي، يعني رمضان فالواحد برمضان على الفطور يثقل، بعدين طول ما هو قاعد يأكل حلويات، يشرب منبهات، شاي، قهوة وغيرها، صح، من الأمور، فيعني حتى الجدول الغذائي لليوم العادي يختلف، صح. صح. طيب شنو أفضل شيء يقدر الشخص يسويه عشان يحافظ على بس على على جسمه، يحافظ على السوائل داخل جسمه لفترة السحور أو للإمساك لثاني يوم؟ هي نفس ما قلت، وقت قصير وكل شيء بنلحق عليه. فالأفضل طبعا النصيحة الأولى هي شرب الماي، ماي كل ساعة. كثر في رقم معين؟ هو مو رقم، بس كل واحد مرة ثانية على حسب مجهوده وعلى حسب طوله وجسمه وشغلات، لكن نحاول على قد ما نقدر كل ساعة يكون في على الأقل كوب إلى كوبين ماي كل ساعة. إذا في منبهات الشاي القهوة شغلات هذه تحاول تعادلها، كل جلاس من القهوة، كل كوب قهوة تعادله بكوبين ماي. كوبين ماي. كوبين ماي. أوكي، هذا على أساس نحافظ على رطوبة الجسم. أما النصائح العامة، نخفف يعني شوية من المقليات، نخفف من الشغلات الثقيلة، السكريات نحاول شوية نقلل منها. هذا بشكل عام. لا تنسون طبعاً أطباق الخضار هي اللي تنسي، فالسلطات حاولوا إنها تكون موجودة بالفطور. نسق يعني خل على الأقل كل ساعة تين في وجبة خفيفة، أفضل مما أن احنا ندش على وجبة واحدة. وجبة واحدة أساسية. ممتاز. أستاذ دلال أيضا ما نبي ننسى الإخوان اللي يتمرنون، أو ما نبي نقول لاعبين كمال الأجسام بس، ولكن اللي عندهم تمارين، هذه التمارين القاسية في شهر رمضان، اللي دائما يتمرنون حتى على فترتين برمضان، قبل الفطور وبعد الفطور، صحيح. طيب ما ابي اقول لك صحي ولا مو صحي، لا خلينا نتكلم عن طريقه تغذيتهم شلون تصير هذا. حلو. هو طبعا اذا بيتمرن قبل الفطور فهو قاعد يحرق دهون. اوكي، او يعني يفضل ان هذا هو هدفه، على اساس يحرق الدهون الموجوده. اما بعد الفطور فتلاقيه قاعد يسوي التمارين المقاومه، فمحتاج قبل يبدي تمرين ياخذ له سناك. السناك هذا عباره عن يكون في سكريات سريعة الامتصاص على أساس تغذي العضلات. مثل شنو؟ مثلا عصير أو حبة فاكهة، شيء يكون سريع الامتصاص خلال نص ساعة قبل التمرين. يتمرن ويخلص، ما يمنع إذا هو ياخذ مثلا BCAAs اللي هي وحدات بناء العضل، هذه بس على أساس تحافظ له على العضلات ما تكسر أكثر. أوكي، بعد التمرين هم ضروري خلال نص ساعة إنه يعوض سوائل، يعوض ياخذ له هم كميه كربوهيدرات او السكريات سريعه الامتصاص بلس البروتين اللي هو محتاجه، سواء كان على بروتين باودر، شيك، بار طبيعي اكله معاه، ايا كان، بس المهم انه خلال نص ساعه ياخذ له وجبه فيها بروتينات فيها كربوهيدرات ويعوض السوائل. ممتاز. ذكرتي البي سي اي اللي هو وحدات بناء العضل، يس، وايضا ذكرتي البروتينات، نعم، اللي هم مو البروتين الطبيعي اللي بالاكل اقصد،
ولكن البروتين كمكمل ممكن ياخذه كمكمل. هذول يندرجون تحت المكملات الغذائيه. صح. دلال تنصح باخذ هذه المكملات؟ مره ثانيه على حسب هدفك وصحتك، لان كثرتها ممكن تعود عليك الى لا اقصد من المره الاولى كاستخدام، هل هي فيها مشكلة بالاستخدام ولا ما فيها مشكلة؟ هي ما أقدر أقول لك هم ما فيها مشكلة نهائي، لأن كل شخص على حسب حالته الصحية. لاعبين كمال الأجسام مرة ثانية إذا هو حالته الصحية مناسبة فبالعكس هي راح تفيده على أساس ما تضر. ممتاز، ولكن إذا حالته الصحية ما تساعد صحيح وطريقة ودائما مهم أنه هو يكمل كمونيتر أو يتابع حالته الصحية. ممكن هو بدأ بحالة صحية ممتازة لكن ممكن مع الوقت كثرة البروتينات والمكملات الغذائية تتعب الكلى عندنا بالجسم. لأن الكلى وظيفتها هي فلتريشن. أكيد. أوكي، فممكن مع الوقت أنها هي ممكن تتعب، فضروري أنه هو دائما يحرص أنه يشيك على صحته على اساس يكون بانتظام، يعني نتابع حالته. احنا قاعدين نسال كثير عن هذه المكملات الغذائيه. صح. لان بالفعل مثل ما قلت لك هناك لبس كبير اليوم. صح. الناس مو عارفه. شوفي يعني حتى انت متخصصه في هذا المجال وتقولي لي انا ما اقدر اعطيك اجابه عامه. صح. لازم تكون على حسب الشخص وعلى حسب الدرايه، ولكن للاسف في بعض الناس يستخدمونها. صحيح. بدون استشاره مختصين، بدون استشاره اخصائيين تغذيه. صح. او حتى دكاتره. صحيح. في هذا المجال وبس. صحيح. يستخدمها بناء على والله انه اعرف فلان قال لي ولا. صحيح. فلان قال لي. صحيح. وهذه دائما المشكله. صحيح. فاحنا اكيد نحتاج الراي السديد اكيد من أكيد. المتخصصين. ولكن ماذا عن النساء في شهر رمضان؟ تمام. شلون تمارينهم تكون؟ نفس الكونسبت، نفس الشيء، يعني نفس الفكره. قبل الفطور مشي، ممكن هرولة خفيفة، ممكن أي تمارين. اللي مثلا ما يحب يطلع مشي ممكن في البيت نط الحبل، إذا عندها جهاز مشي جهاز قاري في البيت، هذا كله يحرق دهون. بعد الفطور شغلات اللي هي نفس ما قلنا تقوية للعضلات، فتمارين الريزيستنس أو اللاهواء. ممتاز. في ناس تقول لك إن أجهزة المشي المنزلية ما تفيد. هي نفس ما اقول لك، يعني يفيد ولا ما يفيد. هي افيد الطبيعي. اما اذا شخص عنده مشكله مثلا بالركب او عنده مشكله صحيه فما نحفزه انه والله مثلا الاجهزه هذه، لان احنا على قد ما نقدر نبي شيء طبيعي. طبيعي. نبي الحركه الطبيعيه. لكن اذا شخص طبيعي وما في شيء لا يقول الجهاز في مشكله. يقول دائما يقول شيء تحرك احسن. اي يقول لك دائما ان الجهاز يكون فيه مشكله وهذه الاجهزه يعني الهدف منها تجاري بحت وما نقدر يعني وما تعطينا النتائج كل المرجوة. شيء على حسب الاستخدام والبريكوشنز والمتابعه. الاجهزه هذه وايد دقيقه، فانا ما اقول لك 100% هي زينه. أكيد. كل شخص ممكن يستخدم شيء يسيء باستخدامه او يستفيد منه. اكيد. طيب نحتاج رياضه كلينيكيه او نصيحه. حلو. من الرياضة الإكلينيكية. والرياضة الإكلينيكية هي يعني تدخل على كل شخص حالته الصحية، سواء هو مريض قلب أو سكر أو مشاكل بالرئة، وشون أنا أقدر أعالجها بالرياضة المناسبة. فاليوم بخص مثلا مرضى السكر. طبعا طبيعي أن له لازم يشيك سكره قبل التمرين، أثناء التمرين، خلال نص ساعة، وبعد التمرين. إذا كان السكر أكثر من 14 ملي مولز بير لتر فهو ما ننصح أنه يمارس الرياضة. ممتاز. إذا كان أقل من 6 هم ما ننصح أنه يدش بالرياضة. يعدل سكره، سواء إذا كان منخفض ياخذ له جرعة تصحيحية أو اللي هو الكربوهيدرات، شغلات ترفع له السكر، أو إذا هو كان عالي ياخذ إنسولين ينزله ويحافظ على صحته. ممتاز. قواك الله. حياك. يعطيك العافية. مشكور. ومشكورة على هذه المعلومات القيمة اللي بالفعل تهم أكيد شريحة كبيرة من الناس، لأن إن صح التعبير الكل يمارس الرياضة، والكل يعني على الأقل عنده تقبل لفكرة الرياضة ما دام منها شيء زين. صحيح. وما تضر الإنسان، بالعكس تساعده وتساعد صحته. صحيح. فكل الشكر للأستاذة دلال الخلان، أخصائية تغذية وماجستير بالرياضة الكلينيكية من المملكة المتحدة. قواك الله وسهلا مباركة. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية.